بعث صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفه ولي العهد نائب القائد الاعلى النائب الاول لرئيس الوزراء ببرقية تعزيه ومواساة لفخامه الرئيس برنام مخرجي رئيس جمهوريه الهند الصديقه وذلك بضحايا حادث خروج احد القطارات عن مساره في ولايه اوتار براديش بجمهوريه الهند ضمنها سموه صادقه تعزيه ومواساته لفخامته ولذوي الضحايا والشعب الهندي الصديق متمنيا للجرحى سرعه الشفاء كما بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد حفظه الله ببرقيتي تعزية ومواساة مماثلتين إلى كل من معالي السيد محمد حامد أنصاري نائب الرئيس الهندي ومعالي السيد نريندرا مودي رئيس الوزراء الهندي